شباب اولى ثانوي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم دكتور كارلوس يسري بايولوجي تيتشر، والنهارده هنبدا اول درس. اول درس ايه ده؟ احنا يا خراب اسبح. ماشي، النهارده هنخش على حل السيل ستراكشر، ده اللي هو ليسون 1 في شابتر 2 في يونت 2. يا نهار ازرق. ماشي، بيقول لك ايه اول سؤال؟ which of the following substance determines the shape of the corny plant cell. هو قال لك ايه plant cell؟ وطالما اتكلم على البلانت سيل يبقى خلايا نباتيه، يبقى مين اللي بيحمي الخلايا النباتيه وبيديها الشيب بتاعها؟ السيل وول، والسيل وول ده عباره عن سيلولوز، فالاجابه سيلولوز سهله. طبعا مش محتاج اقول لك ان البروتين وسيلولوز غلط، البروتين ملوش علاقه، الليبيدز غلط ملهاش علاقه، الليبيدز غلط ولا البروتين غلط ملهمش علاقه، هو السيلولوز. اللي بعده، from the two opposite figure in which of the following are structure number 1 and 2 common. طيب هو ايه 1 ده؟ 1 ده السيل وول، 2 ده السيل ممبرين. حلو، هل 1 و 2 نفس بعض في البوليمر؟ لا، السيل وول ده بيتكون من سيلولوز، السيل ممبرين ده فيه كربوهيدرات وليبيد وبروتين، فمش نفس بعض في البوليمر. هل السيباريشن ما بين هل هما الاثنين شبه بعض في السيباريشن ما بين السيل كونتنت and the surrounding medium، يعني الاثنين بيفصلوا عن الكونتنت، بيفصلوا الحاجات اللي جوه على الحاجات اللي بره؟ صح، تمشي، تنفع تمشي. controlling the passage of the different substance، هم يعني بيعملوا كنترول للباسج بتاع different substance؟ لا غلط. هل الاثنين شبه بعض ان الاثنين liquid nature؟ لا، هم مش liquid nature. خلاص، فالاجابه الصح بتاعتي هتبقى B. السؤال اللي بعده، How do phospholipids bind with water molecule؟ ازاي الفوسفوليبيد bind with water molecule؟ هل عن طريق، اتفقنا فوسفوليبيد bind مع water molecule، يبقى الهيد تكون هيدروفيلك، الهيد هيدروفيلك، تمام. through binding التيل to water، التيل دي هيدروفوبك اكيد مش هتمسك في الووتر. through binding head to water تمشي، through binding head and tail to water التيل لأ، through dissolving phospholipids in water دي مش بتكون dissolve in water، فالإجابة الصح بتاعتي هتبقى B. السؤال اللي بعده، if you know that the hormones are secreted from the endocrine gland، الهرمون بتطلع من الاندوكراين جلاند، and pour directly into blood، يعني تتعدي على طول في الدم، but they affect some cells which are called effector cells، اللي هي الخلايا المستهدفة يعني، how do the cell recognize the hormone؟ ازاي اقدر كخلية اريكوجنايز حاجة بره تخش لي جوه؟ عن طريق البوابة. كان في اف عليها في الحصة اللي هي الجيت. طب الجيت دي كانت عبارة عن بروتين، تمام. ثرو بلازما ممبرين فوسفوليبيد، لا. ثرو بلازما ممبرين بروتين، صح. ثرو ذا سيل سكريشن، عن طريق السكريشن بتاعتها، لا. ثرو ذا بلازما ممبرين كوليسترول، لا. يبقى الإجابة الصح بتاعتي هتبقى بي. السؤال اللي بعده، بيقول لك what is or are the complex lipid that enter في الاستراكشر بتاع البلازما ممبرين. هو عايز ايه؟ عايز الكومبلكس ليبيد. كومبلكس ليبيد بتاع البلازما ممبرين هو الفوسفوليبيد. يا اولاد السؤال هيجي السنه دي، هيجي السنه دي، علم على كلامي. السؤال هيجي السنه دي، بدل كومبلكس هتبقى ديريفاتيفز، يبقى السؤال هيجي what is the derivative lipid that enter في الاستراكشر بتاع البلازما ممبرين. هتختار مين ساعتها؟ هتختار الكوليسترول. خلاص، سؤال السنه دي علم عليه، انا بقول لك اهو. السؤال اللي بعده، which of the following figure represent apart from the structure of the plasma membrane of the cell. هل هي كانت بالمنظر ده ولا بده ولا ده ولا ده؟ طيب دي صح، بس البروتين مش بره، فدي غلط. دي غلط خالص، دي صح والبروتين هنا، دي صح، دي صح، بس اللي هنا ده مش كربوهيدرات فدي غلط. يبقى الإجابة بتاعتي C. السؤال اللي بعده، How do the two layer of phospholipid in the plasma membrane face each other؟ يعني ازاي الفوسفوليبيد دول two layer دول بيقابلوا بعض؟ تقولي ده بينزل بالديل بتاعه وده بيطلع بالديل بتاعه، يعني بيقابلوا بعض عن طريق التيل.
هل الهيدروفيليك تيل؟ لا، التيل بيبقى هيدروفوبيك. هل عن طريق الهيدروفيليك هيد؟ هي هيدروفيليكس هيد دي صح، بس هما مش بيقابلوا بعض من الهيد فدي غلط. هل عن طريق الهيدروفوبيك هيد؟ دي غلط خالص. هل عن طريق الهيدروفوبيك تيل؟ ايوه هي الهيدروفوبيك تيل دي الاجابه الصح. السؤال بيقول ازاي دي بتقابل دي؟ طريق التيل. التيل ده هيدروفيليك ولا هيدروفوبيك؟ هيدروفوبيك، يبقى الاجابه دي. نخش على السؤال اللي بعده. The opposite figure represent animal cell. Which of the following is correct according to structure X, Y, Z that are found in the plant cell. طيب انت عندك X ده البره اللي هو السيل ممبرين، اكيد موجود في البلانت. ده من جوه اللي هو السيتوبلازم، اكيد موجود في البلانت. دي غالبا النيوكليوس، يعني مش باينه قوي في الرسمه، دي غالبا النيوكليوس برضه موجوده في البلانت. يبقى كلهم موجودين في البلانت، يبقى اكس وواي وزد فين اللي فيها كلهم؟ اهي الاجابه ايه. السؤال اللي بعده. In which of the following the centrosome appear. السنتروميري يبان امتى؟ هل الكروموسوم والسنجل كروماتيد؟ لا. هل الكروماتين ولا الكروموسوم والدوبليكيتد كروماتيد؟ اتفقت معاك ان الكروموسوم هو في حاله الكروماتيد، هنا بس بيبان السنترومير، فالاجابه هتبقى اللي هي سي. ودي غلط ودي كمان غلط. السؤال اللي بعده. بص يا ريس. The opposite figure represent a part of living cell structure, study it then answer. ماشي تعالى يا ريس. واحد ده اللي هو الاندوبلازميك ريتيكل، اندوبلازميك ريتيكل. اتنين ده اللي هو الكروماتين، تمام. ثلاثة دي اللي هي النيوكليوس، النيوكليولس، تمام. أربعة ده اللي هي البورز. حلو. What is the part carry gene؟ مين اللي جاي شال الجينز؟ اللي شال الجينات كانت الدي ان ايه، والدي ان ايه ده موجود جوه الكروماتين، يبقى الكروماتين رقم كام؟ 2. What are the components of part number 2؟ نمبر 2 ده اللي هو الكروماتين، الكروماتين ده عباره عن دي ان ايه وبروتين. ارجع لحصه البروتينات، بروتين ودي ان دي ان ايه اهي. Which substances are affected directly on their production when disruption يحصل disturbance occurs في الستراكشر نمبر 3؟ نمبر 3 دي هي النيوكليولس، النيوكليولس دي كانت بتكون صح البروتين، يبقى لو حصلت مشكله فيها البروتين مش هيتكون، يبقى الاجابه ايه. تمام. اسئله سهله يا اولاد. نخش على السؤال اللي بعده. What is the number of DNA molecule in a living organism in cells that contains 10 كروموزوم؟ contains 10 كروموزوم. During the metaphase، metaphase و mitotic division، قلت لك في الميتافيز بيبقوا متجمعين في النص كده، فهيبقوا duplicated، فال 10 هيبقوا 20، فين 20؟ سهلة. السؤال اللي بعده. Which of the following graph express the relation ما بين النمبر بتاعت النيوكليوي inside the cell and secretion of enzyme. اتفقت معاك ان الانزيم all enzymes are protein، واللي مسؤول عن افراز البروتين مسؤول عن تكوين البروتينز بيكون النيوكليولس. فكل ما النيوكليولس بقت كتير كل ما البروتينز بقت كتير، كل ما الانزيم secretion بقى كتير يبقى العلاقه بينهم طرديه، يبقى الاجابه B. نخش على السؤال اللي بعده. From the opposite three figures which of the following express the relation between them. طيب figure 1 ده ال DNA، figure 2 دي السيل العادي، figure 3 دي البروتين. طبعا انت شايف figure 2 واحد بيجري وشايف ادي راسه اهي وبقه بيضحك وما علينا. تمام ركز في السؤال، ركز في السؤال، ركز في السؤال يابا. figure number 2 control the synthesis of figure number 1. هل 2 متحكم في تكوين واحد؟ لا. figure number 2 control the synthesis of number 3. تمام ماشي. بعدين inside number 1؟ لا طبعا. figure number 1 دي ان ايه متحكم في تكوين
figure number 3 صح. inside number 2 صح. figure number 3 control the senses of figure number 2 3 بيكون 2 لا غلط. يبقى الاجابه الصح بتاعتي هتبقى C. طب يا دكتور هو ازاي الدي ان ايه بيكون البروتين؟ مش انت خدت لنا في حصه النيوكليك اسيد وقلت لنا ان الدي ان ايه مش بيكون البروتين ده كاري جينز، وقلت لنا ان الار ان ايه هو اللي بيكون البروتينز؟ قلت لك اه، بس الدي ان ايه هو اللي بيكون الار ان ايه، والار ان ايه بيكون البروتين. يبقى الدي ان ايه بيكون البروتينز بطريقه اندايركتلي. يعني ايه؟ يعني بيكونه بس بطريقه غير مباشره. ليه؟ الدي ان ايه كون ار ان ايه، وار ان ايه كون بروتين. يبقى الدي ان ايه كون بروتين بطريقه اندايركتلي، تمام؟ فدي عباره صح وزي الفل. السؤال اللي بعده. The opposite figure illustrate a part of spirogyra algae. ايه يا دكتور spirogyra algae ده؟ مش مهم مالكش دعوه. ده يا ولاد هتاخدوه في سنه ثالثه بالمناسبه يعني. When examination it under the compound microscope study it then answer. اتفضل يا معلم. شايف ايه؟ مش شايف حاجه. What is the composition of structure X؟ X ده يمثل ايه؟ صح السلول. اللي قال سلول صح. ده السلول. طب السلول ده عباره عن ايه؟ عباره عن سيلولوز. طيب السيلولوز ده كربوهيدرات زي الفل. What is the building unit that enters the formation of structure X؟ سيلولوز. السيلولوز ده عباره عن ايه؟ جلوكوز. اتفقنا ان السلول ده سيلولوز والسيلوز ده عباره عن جلوكوزا ماسكه في جلوكوزا ماسكه في جلوكوزا ماسكه في جلوكوزا ماسكه في جلوكوزا، وكنا سميناه كومبلكس شوجر. يبقى الاجابه جلوكوز. ايه اللي بعده؟ What does structure Y refer to؟ فين Y ده؟ Y دي النيوكليوس. فين نيوكليوس؟ اهي. سهله يا اولاد، الدنيا بسيطه. اللي بعده. The opposite figure represent a part of living cell structure. حلو. Study it then answer. انت شايف ايه؟ شايف طبقتين من الفوسفوليبيد، شايف بروتين. ده اتفقت معاك ان اسمه جلايكوبروتين، ده كان حاجه اسمها جلايكوليبيد، ده كوليسترول. ماشي. عايز ايه يعني؟ Which of the following part has a role in the selective permeability؟ جابها. الشعر العظيم ويجز اللي شغال بوابه. مين؟ رقم صح واحد البروتين اللي شغاله جيتس. الاجابه واحد. The previous figure consist of هل homogeneous components؟ يا ولاد كلمة homogeneous، homo يعني متشابهة، genus يعني مادة، مواد متشابهة، هيتيرو يعني مختلفة، فدي كده معناها مواد متجانسة أو متشابهة، heterogeneous يعني مواد مش متشابهة غير متجانسة، identical يعني copy paste من بعض، ودي ولا الاتنين مع بعض. هل هي homogeneous؟ هي مواد متجانسة؟ تقولي لا، هي فيها متجانس وفيها غير متجانس، فدي غلط ودي غلط. طب هي هل هي ايدنتيكال كوبي بيست من بعض؟ تقول لي برضو لا، هيبقى هي هوموجينس وهيتروجينس. يعني ده وده نسميهم هوموجينس اهو، كل ده هوموجينس. تو ليبيد تو لاير اوف الفوسفوليبيد دول هوموجينس، لكن هل الليبيد والبروتين هوموجينس؟ لا هيتروجينس. خلاص، فمواد هوموجينس ومواد هيتروجين. معلش يا اولاد النور اللي بيقطع كتير ده غريب. نخش على السؤال اللي بعده. الحمد لله ان هو ايه ما خليناش عدنا حاجه. خد بالك يا مستر فادي، مش زي حد يسيب المايك مفتوح مقفول وحرفيا يعني بهدله. يلا. Which of the following choices represent the structure of the plasma membrane of the plant cell؟ هل البلانت سيل عنده كربوهيدرات؟ صح، احنا متفقين ان هو عنده البلازما ممبرين فيه كربوهيدرات، فالاختيار ده غلط خالص والاختيار ده غلط خالص. تمام زي الفل. هل عنده بروتين؟ اه. هل عنده كومبلكس ليبيد وليبيد ديريفاتيفز؟ اه. هنا عاملها لا، يبقى دي غلط، يبقى الاختيار هنا. طب هل عنده سيمبل ليبيدز؟ لا يا ولاد ما عندوش سيمبل ليبيدز. السيمبل ليبيدز دي اللي هي الاويل والفات والواكسز، ما كانش عنده سيمبل ليبيدز خالص. هو عنده الكومبلكس اللي هي الفوسفوليبيد، وعنده الليبيد ديريفاتيفز اللي هي جدع برافو عليك الكوليسترول. السؤال اللي بعده. How do the two layer of phospholipid in the cell membrane attached to the fluid is present inside and outside the cell؟ ادي يا معلم منظرهم كان كده 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 صح،
قلت لك بيبقى فيه هنا ووتر وهنا ووتر. ازاي اتاتشد للووتر هنا وازاي دي كمان اتاتشد للووتر هنا؟ هتقول لي اصل هي في الووتر اللي هنا بالراس وفي الووتر اللي هنا بالراس، يعني بالراس ولا بالتيل؟ بالراس. طب الراس دي هيدروفيلك ولا هيدروفوبيك؟ هيدروفيلك. يبقى انا عايز الهيدروفيلك هيد. فين الهيدروفيلك هيد؟ اهي. طب الاختيار ده بيقول هيدروفوبيك تيلز، لا هي تيل هيدروفوبيك صح بس مش متصله من خلالها. وهنا كاتب هيدروفيلك هيد وهيدروفوبيك تيلز غلط، هنا هيدروفوبيك هنا عكسهم برضو غلط، هي الراس بره وجوه والراس بتكون هيدروفيلك. السؤال اللي بعد، which of the following choices express correctly the effect that appears on the shown substance in the table when the pores of a nuclear membrane disappears. طيب لو حصل ايه الحاجات اللي هتعدي من خلال النيوكليار ممبرين؟ طيب هل الكربوهيدرات هتعدي صح؟ هل البروتينز هتعدي صح؟ هل الفاتز هتعدي صح؟ المينرال سولت انا ماليش علاقه بيها يبقى دي مش هتعدي، يبقى كله هيعدي ما عدا المينرال سولت، يبقى العباره B. السؤال اللي بعده، the opposite diagram represent a cell of a living organism. What do simple X and Y represent? X و Y دول represent ايه؟ هنا في سيل، هنا نيوكليوس، هنا كروموزوم، يبقى اللي جوه ده مين؟ كروماتين. طب الكروماتين ده عباره عن ايه؟ عباره عن دي ان ايه زائد بروتين. انا عايز دي ان ايه وبروتين، بروتين ودي ان ايه. كمل بقيه الاختيارات، مونوساكرايد غلط، تي بي غلط، نيوكليوتيدز غلط. اخر سؤال الحمد لله، which of the following its function is greatly affected if its cells lose some nuclei. يا اولاد النيوكليوي دي كانت مسؤولة عن تكوين ايه؟ النيوكليوي دي كانت مسؤولة عن تكوين ايه؟ بروتين. طيب حلو، انا عايز حاجة لو النيوكليوي دي مش موجودة البروتين دي هتأثر، يبقى انا عايز حاجة ما بتطلعش بروتين. طب البروتين ده كان بيخش في تركيب مين؟ الانزيمز. اتفقنا ان all enzymes are protein، وكان بيخش في تركيب مين كمان؟ كان بيخش في تركيب اغلب الهرمونات، almost هرمون. تمام. طيب يبقى عايز حاجة يا اما بتطلع انزيم يا اما بتطلع هرمون. بتطلع انزيم او هرمون؟ لا. انزيم او هرمون؟ لا. انزيم او هرمون؟ لا. طب الاستومك بتطلع انزيم او هرمون؟ الاستومك كانت بتطلع انزيم اسمه بيبسين، ولو مش فاكر ارجع للكيميكال رياكشن هتلاقيه موجود. وبكده نكون خلصنا الدرس الاولاني او الدرس الثاني، يعني شوف انت بقى بتحسبه انهي درس. اقابلكم الحصه الجايه في السنتر، هتوحشوني جدا، ربنا معاكم.